لبس النعلين بأن يبدأ الإنسان بهما باليمنى وليس باليسرى. لو عندي عمر يكفيني لنشرت تعاليم الدين ما بين القاصي والداني من أقصى المغرب للصين. ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب التيمم في كل شيء، كما قالت عائشة رضي الله عنها. يقول عن ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله: وفيه البداء، يعني البداية، بالرجل اليمنى في التنعل، أن يلبس الإنسان حينما يرتدي حذاءه فإنه يبدأ برجله اليمنى، وفي إزالتها يكون باليسرى، فعند اللبس يلبس الإنسان حذاءه في رجله اليمنى أولا، وعند إزالته أي عند خلع الحذاء يكون باليسرى أولا، وفيه البداية باليد اليمنى في الوضوء وكذا، كما قال صلى الله عليه وسلم. وعليه فالسنة في لبس النعلين البداية باليمنى، وفي حالة خلعه يكون البداية باليسرى كما بين صلى الله عليه وسلم. لو عندي عمر يكفيني لنشرت تعاليم الدين ما بين القاصي والداني من أقصى المغرب للصيني.